السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق جديد راقد الإنشاء في بلدية كالما. إذن فندق لا مونة، هذا اللي راه يعني تقريب الانتهاء الأشغال به، وسوف يكون من نوع 4 نجوم، وسوف ينضاف إلى القدرات يعني الاستيعابية والقدرات الفندقية للجزائر بصفة عامة، وخاصة مدينة كالما اللي تسخر بعدة مناطق سياحية، بخاصة في ميدان يعني الآثار الرومانية المتواجدة في ولاية كالما، واللي تعتبر آثار عالمية حيث أن فيها مسرح كالما المشاهير، وكذلك عدة مواقع، وهذه لابد استغلال هذه المواقع في تثقيف يعني الشباب الجزائري وكذلك في السياحة، ولازم نطور هذه السياحة خاصة نبدأ بالسياحة الداخلية. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.